عارفين ليه حضراتكم؟ لانه حضراتكم الاساس في كل شيء. انا دايما ابص للكاميرا كده واقول لكم حضراتكم الاساس في كل شيء. حضراتكم او مسانده جمهور النادي الاهلي هي الاساس في كل شيء. مع احترامي لكل اسماء المديرين الفنيين العظام جدا والاساطير والكبار جدا، جمهور النادي الاهلي هو الاسطوره وهو العظيم وهو الاكبر من اي شيء، وهو اللي بيكبر المديرين الفنيين اللي موجودين. اسم النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي هو اللي يعمل اي حاجه، هو اللي يعمل اي حاجه. فعشان كده واكم من المديرين الفنيين على فكره برضو، يعني برضو وانا قاعد بدور النهارده وقاعد بتفرج كده على السير الذاتيه لمعظم المديرين الفنيين اللي متواجدين في مصر، لقيتهم ما خدوش بطولات خالص. معظم المديرين الفنيين اللي موجودين في مصر ما حدش خد فيهم بطوله، ما حدش خد فيهم بطوله. فحاجه غريبه جدا ان انا ابقى شايف الجمهور ده المحرك الرئيسي لكل شيء، وشايف قد ايه الجمهور ومساندته ودعمه خلال الفتره اللي فاتت والدائمه والفتره اللي جايه، وابقى متضايق. ابدا، عمر ما في حد بيتضايق من جمهور. الجمهور ده هو الاساس في كل شيء مهما يعملوا مهما يقولوا. ولكن في النهايه انا عارف حاجه واحده فقط، وهي ان هناك دعم كامل، دعم كامل لمجلس الإدارة واختيارات مجلس الإدارة أو لجنة الكرة أو لجنة التطوير التخطيط والتطوير اللي اختارت. خلاص أنا عارف أن من النهاردة أو من بكرة الساعة واحدة هناك دعم كامل للجهاز الفني والجهاز الإداري، وده اللي واضح خلال الأيام اللي فاتت، ده اللي واضح خلال الأيام اللي فاتت. عشان كده أنا حبيت أن أنا أبدأ بكلمة الطموح. الطموحنا خلال الفترة اللي جاية مفيش حد من جمهور النادي الاهلي هيتنازل عن ان انت كلاعبين. انا دايما وانا اسف ان انا دايما بأكرر هذا الكلام، ان احنا كره القدم فيها ثلاث نتائج: المكسب، الهزيمه، والتعادل. الثلاثه ممكن يحصلوا في اي وقت. اللي بيزعل جمهور النادي الاهلي ايه؟ ان في لعيب ينزل ما يبذلش المجهود اللي عليه، هو ده اللي يزعل. لكن انت في بطولات خسرتها والأهلوية كلهم كانوا بيقفوا يسقفوا لك، الأهلوية كلهم كانوا بيقفوا يسقفوا لك مع إنهم جواهم مرارة وحزن، بس كانوا بيقفوا يسقفوا لك. عارفين ليه؟ لأنه كان كل اللاعبين بذلوا المجهود اللي عليهم، ولكن حكم مثلا عمل حاجة كده ولا كده. لو تفتكروا في مباراة العرجون الشهيرة لما اتغلبنا من هنا، أنا كنت متواجد في هذه المباراة، لما اتغلبنا هنا 2-1 مش فاكر ولا 3، ما بحبش أفتكر الحاجات دي، ولكن الناس كلها كانت بتقابلني في الشارع تقول لي ولا يهمكم، ولا يهمكم انتوا خسرتوا بسبب حكم. ده دايما الفرق ما بين جمهور النادي الاهلي واي حد تاني. الطموح اللي عند جمهور النادي الاهلي يخليك تركب اي عربيه وتجري، تجري جنب اي عربيه وتسبقها كلاعب. في نفس الوقت الطموح هو سبب الانتصار، او هو سبب النصر، او هو سبب النجاح. فعشان كده الفترة القادمة هيبقى كلها مساندة، أنا متأكد مساندة من جمهور النادي الأهلي، تفاؤل من جمهور النادي الأهلي، الدعم الكامل خلال الفترة اللي جاية كالعادة. يعني كالعادة زي ما بيحصل العادي دايما بيحصل إيه؟ إن دايما تلاقوا جمهور النادي الأهلي لو زعلان من حاجة يعني يطلع كده غضبه شوية ساعة ساعتين ولا حاجة، وبعد كده تلاقي ايه جمهور النادي الاهلي دعم زي ما حصل. فاكرين القرارات اللي خدها النادي الاهلي ان هو عايز يخلص مباريات الدوري قبل بطولة دوري قبل بطولة الامم الافريقية، لما خد قرار بان احنا يا جماعة من فضلكم العبوا بالفار، لما خد قرار بان احنا لازم نعمل كذا وكذا وكذا. القرارات اللي خدها كان في بعض الجمهور يعني متضايق منها شوية، ولكن بعد ما انتهت بطولة افريقيا الناس كلها عرفت، كل الاندية عرفت ان النادي الاهلي كانت قراراته صحيحة، وجمهور النادي الاهلي من بعدها بساعة ولا بساعتين داعم لقرارات مجلس الادارة في ذلك الوقت. فكل اللي انا عايز اقوله لحضراتكم ان احنا الفترة القادمة لا تحتاج الا الى الدعم الطبيعي اللي حضراتكم دايما بتعملوه.
عندنا جهاز فني محترم، عندنا كابتن سيد عبد الحفيظ مدير للكرة، عندنا لجنة تخطيط بتبحث كل الأمور وهتبقى دائما موجودة خلال الفترة اللي جاية. وبالتالي احنا كل اللي احنا مستنينه ان شاء الله النتائج التي يجب ان تتحقق وينتظرها جمهور النادي الأهلي.